برنامج لو تتر في الاول وفي الاخر الاغنيه هي برنامج التجربه الخفيه. الاغنيه الاصليه هي Uptown Funk لمارك رونسون وبرونو مارس, واحنا اشترينا حقوقها للاستغلال. والاغنيه هي المفروض انها بترقص الناس وتضحك الناس, ونشوف ان حتى بعد المقلب الممثلين والنجوم والشخصيات اللي جبناها ما كانش عندهم مانع ان هم يرقصوا. اجمد برنامج في بين برانكت في مصر في العالم العربي هو ده. بس لانه ديرو ايوه خبطت في عيني. لا معلش البالانس مش موجود. مريت باصعب لحظات حياتي وقت ما اترميت من الطياره, بجد روحي راحت ورجعت تاني. يعني بجد كانت لحظات صعبه 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 صعبه. يعني هي تجربه. يعني هي تجربه بس انا اتخذت عملتها فيا في الجو. يعني هتعملوها فوق؟ يعني ازاي؟ يعني تعملوها فوق في الجو في السماء؟ انا اول ما جيت سالت عليك انا فاكر ان انتوا الاثنين بتعملوا برنامج مع بعض, فقلت ايه لا يكون العيال دي عامله حاجه ولا بتاع يعني. بس مع النزوله في الهواء في الحته دي تنسى, مفيش وقت ان انت تفكر ان هم بيهزروا. يعني جيت اقنع نفسي لمده ثانيه قلت طب يا نهار اسود افر ما بيهزرش. يعني بلاش تقنع نفسك بكده, حاول تتصرف للاخر. ابتديت افكر في نوع الموت ماشي بس ازاي بقى عشان تبقى اقل عذاب ممكن. يا رب تبقى حاجه سهله, يا رب تبقى حاجه سهله برضو يعني ما بقاش متبهدله قوي كده. والله انا كنت بحبكم قوي قبل والله كنت بحبكم, كنت بتفرج على البرنامج مخصوص عشان اشوفكم. قلت لك مش هتنسيني مدى الحياه. لا 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 مش ناسياك ومش ناسيا جماهير, انا والله كنت بحبك. خالد معلش خالد, اصلا انا عارفاك بجماهير اكتر فبحبها بصراحه. انا كنت مجروح تحت. لا زينا لا يا جماعه زينا لا. يعني هو مقلب ظريف دمه خفيف وفي حاجه كمان ممتعه للبني ادم بغض النظر ان هو يبقى ممثل او بيشتغل ايه. التجربه نفسها حلوه لذيذه, انا كنت عايز اعملها بصراحه, وفيها زاره كده دمها خفيف فبسط. وانتوا اصلا ما شاء الله قرود يعني دمكم خفيف جدا, فانا انبسطت ان انا ايه يعني اشتغلت معاكم حاجه حتى لو برنامج صغير. يا رب دايما ننط مع بعض. يا رب. عايزين نعملها تاني بقى بس من غير باراشوت. كيف يعني؟ نازلة على طول على الأرض. حرام عليك, وأنا عاملة لك حاجة؟ بصي أنت قلتي لي قولوا لنا وأنا همثل, خلاص أنا بقول لك أهو المرة دي. لا كنت قول لي فوق كنت مثلت ولا نازلة. بس يعني بس أنه عن جد ماما أقول هيك. طب افترض أنا معي بالقلب معي شيء كنت روحتوني. احنا عارفين أن أنت ما عندكيش مشاكل في القلب. طب بركي أنا ماني عارفة بني شيء وصار معي شيء أنا ونازلة. شو هيدك شوفي.